عشان الكلام ده مهم جدا. ادي لوحه شركه الكهرباء اللي بتبقى موجوده قدام كده اي فيلا او اي بيت. شركه الكهرباء بتجيب لك كابل من بره، عشان لو انت بقى هتوصل على الفيلا كلها طاقه شمسيه، بتجيب لك كابل من بره في ثلاث اطراف اللي هم لاين واحد لاين اثنين لاين ثلاثه. احفظ معايا من اول محاضره، لاين واحد لاين اثنين لاين ثلاثه اللي جاي من شركه الكهرباء، احمر واصفر وازرق، ريد يولو بلو، خلاص دخلوا هنا عشان تبقى حافظها اللوحه دي. بيدخل هنا المفروض على فيوزز او بيدخل على كونكشن تثبيت، ده كابل جاي من شركه الكهرباء. معاه هنا الطرف الاسود ده، الطرف الاسود ده اللي هو مين؟ النيوترال، يعني هو بيجي كابل اربع قلوب، اربع اسلاك جوه نفس الكابل، ثلاثه اللي هم الثلاث اطراف ال واحد ال اثنين ال ثلاثه وطرف النيوترال. ويروح طالع بقى ياخد النيوترال، ياخد النيوترال يروح مدخله على مين؟ مدخله على السيركت بريكر، ده اسمه المين سيركت بريكر، القاطع الرئيسي في لوحه الكهرباء بتاعت شركه الكهرباء. ده السيركت بريكر ده بيبقى مثلا 250 امبير، 200 امبير، 160 امبير، 100 امبير، حسب مساحه الفيلا اللي عندك او البيت اللي عندك. تمام؟ يروح داخل منهم واخد الثلاث اسلاك دول. الجزء الاحمر ده حاجه بيسموها سي تي عشان يقدر كرنت ترانسفورمر، يقدر يقيس التيار. وبعد كده راح واخد الثلاث اطراف دول احمر واصفر وازرق، وبص معاهم الطرف الاسود اللي هو النيوترال ده، يروح داخل بيه على الفيلا. احنا هنا في الشارع، خلي بالك احنا هنا ده اللوحه اللي في الشارع، ده الدخل بتاعها وده الخارج، ده الدخل اللي هو جاي من شركه الكهرباء وده الخارج اللي هو طالع رايح داخل على البيت. طب ليه حاطط الثلاثه دول؟ عشان يقيس التيار. ده بقى العداد هياخد بقى اطراف كنترول هنا عشان ايه؟ يشغلوا العدادات الجديده بتاعتهم. المهم الشاهد، انا وريت لك دلوقتي ان اي لوحه ليها ثلاث اطراف رئيسيين، احمر واصفر وازرق، اللي هم الثلاثه الدخل الرئيسيين ومعاهم الطرف بتاع النيوترال. طب فرده الارض دي، فرده الارض بيبقى في كابل ارضي جاي لوحده اهو، شايف الكابل ده اخضر في اصفر، هو هنا في شركه الكهرباء بيحط النيوترال مع الارضي عشان يضمن ان عمليه تفريغ للشحنات، ويبقى الارض ده او النيوترال ده ما فيهوش شحنات، هو المفروض النيوترال بيكمل الدايره جوه، والمجموع الجبري لكل التيارات. الناس اللي في الكليه بقى تفتكر ان الاي دي مش سكيلر فيكتور، مش عايز ادخل في حته الكليه عشان الناس ما تكرهنيش، انا مش اكاديمي يعني اقعد ادخلك في الاكاديميات واسيب لك الشغل بتاعنا، هدي لك الاثنين. فهو بيوصل هنا اللاين بين نيوترال، المهم ان بتاع ده الارث بين نيوترال. الارث يستخدم فين؟ في تفريغ الشحنات الكهرومغناطيسيه الزايده عن الجسم او عن اللوحه او عن الموتور اللي انت بتشتغل عليه. بعد ما دخلت من الكهرباء بتاعه البيت ده، اهو ادي اللوحه اللي احنا كنا شايفينها دي موجوده في الشارع، اروح داخل على اللوحات. شايف السلك ده اللي جاي احمر اصفر ازرق، ده جاي من اللوحه اللي في الشارع، وزع على لوحه الدور، ممكن يبقى الدور فيه لوحتين فيه ثلاثه فيه خمسه حسب الاحمال الكهربائيه اللي موجوده في البيت ده او في الفيلا دي. بيدخل برضه على مين سيركت بريكر، مفتاح رئيسي، وبعد كده يدخل على البريكرات الفرعيه بتاعتنا. كل بريكر لو انت عملت زومين كده هتلاقيه كاتب لك اصلا في جسم اللوحه، بص اهو، ياخد ال واحد بعد كده ال اثنين ال ثلاثه، دول ثلاث اطراف، بعد كده يتكرر دول. بص شايف باكج حته البلاستيك دي حته واحده، ال واحد ال واحد، خلي بالك عشان في ناس مش فاهمه، ال واحد ده طرف من جوه كده نحاسه ولاحم فيها كده طالع منها لليمين بريكر واليسار بريكر، يعني الاثنين اللي فوق دول واصلين على الفرده ال واحد، الاثنين اللي تحتيهم على الفرده ال اثنين على الفرده ال ثلاثه، وبعد كده تتكرر ال واحد ال اثنين ال ثلاثه. شايف الباسبار ده اللي بقول لك عليه، يعني طالع من هنا ال واحد ال اثنين ال ثلاثه. خلاص فهمنا قصه اللوحه الكهربائيه؟ حد عايز يسال فيها حاجه؟ الجزء ده مهم جدا عندنا في السولر يا شباب، يعني معلش يا مهندس، بدايه دراستك للاحمال وفهمك للكهرباء مهم جدا. اللي عايز يسال اتفضل. يعني هنا يحدد ال 3 فاز ولا بص دايما سؤال، هسألك سؤال، الكابل اللي بيدخل لي دايما يا باشمهندس من شركة الكهرباء 3 فيز، اسمها فيز مش فاز على فكرة، فيز هنشوف دلوقتي يعني ايه كلمة فيز. كلمة فيز اكتبها كده بالعربي معناها الإزاحة أو الطور. في الكتب بتاعت السعودية بتاعت المؤسسة العامة في كتب محترمة جدا، أنا حتى لما كنت في مصر كنت بدرس للطلبة منها، تمام؟ كتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هنا في السعودية رهيبه، اكتر من الرهيبه، فيها معلومات احسن من بتاعه كليه هندسه نفسها، تمام؟ ففي في كلمه فيز، تمام، بيسموها الازاحه او الطول، ان الثلاث اطراف دول كل واحد ليه جهد
بينه وبين النيوترال 220، بس الثاني بيعمل فيز تمام 120 درجه، اللي احنا هناخدهم شويه لقدام كده في المواتير والكلام ده، لان انت لازم تبقى عارف الفكره دي. حاجه بيسموها ستار ودلتا، حد ما سمعش عن ستار ودلتا؟ ها هشرحهم بس مش دلوقتي عشان ما ادخلش بس كهرباء ونقلب كهرباء بحته ونسيب السولر تمام. يبقى انت عرفت ان الكهرباء اللي بتدخل لك، الكهرباء اللي بتدخل لك من شركه الكهرباء كلها 3 فيز، يعني ثلاث اطراف، لاين واحد لاين اثنين لاين ثلاثه ونيوترال، وبيبقى جاي معاهم ارضي. شايف هنا في اللوحه لو انت بصيت كده شايف البره النحاس دي كلها واصل فيها سلك اخضر فاصفر، ده جاي من الافياش من السوكت، جاي من الكشافات من الاناره، كل السلك ده جاي من الاحمال، كل الارض ده، كل الارض بيتجمع في باره واحده اللي هي على اليمين دي هنا تمام. ده الارض موصله بالارض، وباخد الطرف الارض ده بروح احفر له بره في قدام البيت قدام الفيلا تمام، بحفر له حفره كده واعمل له نظام تقريب، بحط له رد نحاس عشان يبقى ايه موصل بالارض. طيب في اليمين هنا ده مش الارض بقى، ده النيوترال. يبقى انت ادي اللوحه اهي، اللوحه ببساطه، اللوحه ببساطه في ثلاث اطراف، لاين واحد لاين اثنين لاين ثلاثه، هم دول بيدخل على البريكر، هم اللي بيوزعوا على كل السيركت بريكرز اللي هي القواقع. في طرف هنا على اليسار اللي هو النيوترال واصل فيه السلك الاسود كله هتلاقيه، وهنا في طرف على اليمين اللي هو الارث، الارث غير النيوترال في اللوحات، الارث لوحده والنيوترال لوحده تمام. الارث ده بيتوصل في جسم اللوحه تمام، ويروح رايح على مين؟ ويروح رايح على الطرف بتاع الارضي اللي موجود بره فين؟ في الشارع تمام. هنا في الشارع انت عند اللوحه دي بتبقى حافرين حفره هنا تمام، وحاطين رد نحاس ووصلين الطرف الاخضر فاصفر ده كله عليه، بحيث اي شحنه كهرومغناطيسيه هتمر من اللوحات هتمر وتتفرغ في مين؟ هتتفرغ في الارض. لو انت بصيت هنا برضو شايف اللوحه دي اهي، لوحه اهي، شايف بين جسم الباب نفسه وبين اللوحه لازم يركب الطرف اللي هو ايه؟ اخضر فاصفر اهو، ادي ده طرف اخضر مهم جدا ده، بحيث لو حد لمس اللوحه دي ما تكهربش. الطرف الاخضر فاصفر ده مهم جدا. وادي اللوحه هنا اهي جايب لك بقى، لسه كانت لسه اللوحه دي بحالتها اهو، شنايدر اهي تمام. ادي بص ادي الرسمه من جوه، الرسمه من جوه ازاي يا باشمهندس؟ اهي ادي اللوحه في ثلاث اطراف ار واي بي. يعني ايه ار واي بي؟ ريد يولو اهو، ريد يولو بلو. الاولاني ده، ده اللي تحت ده البريكر الرئيسي، واخد بعد كده الخط ده تمام اللي هو الاحمر، شايف الاحمر ده اللي هو واحد، الاحمر الاولاني مدي واحد واثنين اللي هو على اليسار وعلى اليمين، بعد كده ثلاثة وأربعة مديهم من الأصفر، بعد كده خمسة وستة مديهم من الأزرق، وهكذا تمام. خلاص عرفنا اللوحة وعرفنا إيه التوزيع بتاعت أهو، بص هتلاقيهم ثابتين أحمر أصفر أزرق، تتكرر أحمر أصفر أزرق أحمر أصفر أزرق لحد ما توصل لآخر اللوحة. طبعا كل بريكر هنا بيبقى البريكر الرئيسي ده مكتوب عليه قيمة، يعني لو مثلا لو بصيت كده كبرت تمام، هتلاقي هنا على الدراع ده اللي انت لو انت نزلته فصلت على اللوحه كلها هتلاقي مكتوب عليه كذا امبير، مثلا 63 امبير، هنا برضو هتلاقيه مكتوب عليه الريت 63 امبير. طيب البريكرات الثانيه الفرعيه اهو مكتوب على البريكر، اهو كاتب لك سي 32، ده معناه ان البريكر ده 32 امبير، ده تمام 20 امبير 20 امبير، هتلاقي معظمهم 20 و32 امبير تمام. خلاص فهمنا قصه اللوحه وعرفنا يعني ايه سنجل فيز وثري فيز. حد عايز يسأل حاجة في الجزئية دي؟ ها؟ آه.